وما شاء الله تبارك الرحمن مجموعة كرفانات من شركة الجلف ستريم، تبغي من شركة الفورست ريفر، والكرفان الاكسل ار بوست اللي هو الفيفت ويل، وما شاء الله تبارك الرحمن بطول 40 قدم. اكثر كرفان احبه هذا، انا هذا الكرفان 21.5 الاوف رود، طبعا مع ثلاجة كبيرة مع المخازن تحت الشبرية من على اليم. دائما انا اتكلم يا اخواني عن الثلاجة الكبيرة، لازم تنتبه، لازم تاخذ الثلاجة الكبيرة عشان تسدك في الرحلة. واهم نقطة يا اخواني المخزن، المخزن كثر ما كان كبير كثر ما استفدت منه. شوفوا مخزن كبير، تروم تحط كل اغراضك. عاد نحن ما شاء الله اذا طلعنا رحلة ما خلينا شيء. هاي مجموعة كرفانات، طبعا هذا عندنا 33 قدم مع بلكونة، وهذا الكرفان 45 قدم موجود، اسف 45,000 دوم اغلط فيها، 45,000 18 قدم هذا الكرفان. طبعا هذا الكرفان نحن بعناه وسوينا له سلة ما شاء الله، شكله غير. وهذا العامل طبعا ركب له الطاقة الشمسية والستلايت، اكسسوارات كل حد يختار اللي يبغيه. وهذا الكرفان نسوي له بولش، هذا الكرفان نسوي له بولش، وان شاء الله نراويكم اياه بعد ما نخلص.